طيب ياخد معاه ايه بقى؟ يعني لا والله في ايه يا جماعه بتضحكوا ليه؟ شوكليت. هو ده المهم. لا بصي هو في بقى رأي بين حاجتين، احنا هنتقابل بره وده بقى دلوقتي بيحصل كتير انه يعني ما بيتقابلوش في البيت اول مره. ايوه عاده ما بيتقابلوش ليه برضو؟ علشان البنت ما تبقاش محرجه، البنوته بتبقى يعني مربوكه ما تعرفوش، هتيجي تقدم بقى الشاي ممكن الشاي يقع. بقى يقع، مش عارفه تقدم الشوكليت لمين الاول. ففي شويه لخبطه كده هتلاقيها طبعا هتحرجها. فالافضل الافضل ان هم لو مش عارفين بعض او حتى يعني لو عارفين بعض بيتقابلوا بره الاول. يعني ما بيبقاش فيها الحرج اللي هو مين هيقوم يقدم ومين هيقعد، وما يبقاش الاهل موجودين او لازم يبقى الاهل. جبتي الكلام ده من ده صالونات يا رحمة. انا اسفه انا اسفه جدا معلش. انت قصدك على ايه؟ الديتنج مثلا؟ الديتنج الاول مره لازم يبقى حد من الاهل صحابهم. طيب اي حد انت لخبطتيني يا انت عايزه ايه؟ خلينا نفصص الموضوع. ايوه بالظبط. يعني ناخده من حته ايه؟ الديتنج مثلا حد معروف او حد من وسطنا مثلا يبقى قاعد معانا برضو. بص يعني لخبطتيني خالص. الديتنج دي حاجه ثانيه يا فاروق. انا مش فاهمه على فكره. طب انا هكشف معاك بالظبط. تعالي نكتشف مع بعض. بص يا ستي، لو هم احنا بنتكلم على جواز الصالونات اللي هم يعني اللي هو ما كانوش يعرفوا بعض قبل كده او يمكن شافوا بعض في مناسبه بسيطه حاجه زي كده، فبالتالي هيتقابلوا بره. الديتنج في مصر ليه معنى مختلف عن الديتنج بره يا فاروق؟ يعني هم بره بالنسبه لهم الديتنج ده اللي هو اول يوم اللي هو رايح يشوف واحده. ما بيبقاش فيه بريبريشن، بيبقى على طبيعته جدا وهي بتبقى على طبيعتها، وبيحاولوا يفهموا بعض ويشوفوا هم الاثنين يعني هيمشوا مع بعض ولا لا. فهم بره الحقيقه اسهل قوي. انما عندنا انا كنت فاكره كده بقى. I'm so sorry. لا ده ديتنج بره. تمام. انما هنا او اللي هي المواعده وكل حاجه عندنا مختلفه شويه ما بتعملش ده قوي. فبالتالي طبيعي ان الشخص اللي عرفنا على بعض او اهلنا اللي جابونا لبعض يبقوا موجودين. يبقى موجودين بس مش موجودين بقى طول القعده يعني بيسيبونا شويه يعني ونبقى مفقوسين قوي ونبقى الناس كلها عارفه. والله ما بقعد في كتير عارفه هم دول. يبقى في مثلا اثنين ورايا، واحده ومامتها والولد، وبعدها رحمه ومامتها تروح تقعد هناك وعامله لهم كده. بس على فكره الحاجات دي قد ما احنا بنشوفها مضحكه بس هي ليها بعد كده بتعمل كريدت، بتبقى ذكريات حلوه. اه بالظبط كده. وبنشوف كتير اصلا يعني حتى بعد ما يتجوزوا الصالونات وبعد كل ده بيحبوا بعض. يعني هم بيوصلوا ان هم يحبوا بعض ممكن حتى اكتر من اللي حبيته. بصي انت قلتي نقطه حلوه قوي. حتى لما بيجوا الصالونات ممكن يحبوا بعض طبعا. عشان احنا عندنا خلط في حاجه انه عملنا حته انه لا هو احنا اتجوزنا عن حب ولا اتجوزنا صالونات؟ صالونات اللي هو بالعقل. فاصبح بقى ان صالونات كانه ما فيهوش حب، قافل 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 لك حته الحب. ولو ان بقى انه في كعلميا الحب ما بيجيش الا بعد اول 6 شهور جواز.